ورسالتك لجمهور النادي الاهلي مع الثانيه الاخيره وقالوا بالروح بالدم الدم الماتش مش هيروح، اعتقد رساله مهمه. انا عايزك تشوف، انا عايزك تشوف بس يعني لو دي اكيد متاحه عندنا، اكيد متاحه عندنا في القناه. انا شوف المحل اول ما جاب الجون، المحل جاب الجون في الدقيقه 49 و20 ثانيه، 49 و20 ثانيه، انا ببص في الساعه 49 و20 ثانيه، يعني باقي 40 ثانيه والمباراه تخلص. انا عايزك تشوف جمهور الاهلي بيعمل ايه، يعني عايز تشوف جمهور الاهلي والكوره في شبكه الاهلي في الدقيقه 49 و20 ثانيه. شوف جمهور الاهلي بس، شوف الانفعاله او التون الصوت تون التشجيع عمل ازاي، والكره فيك داخله فيك جون في الدقيقه 49 و20 ثانيه وفاضل 40 ثانيه بس، انت لسه هتسنطر، يعني لسه هتسنطر. انا عايزك تشوف بجد والله، ركز عليها بس، هات تون الصوت يعني تكتم صوت المباراه خالص وعلي صوت الجمهور بس في ده. تقول لهم ايه يا كابتن سيد؟ يعني مفيش كلام يوصف الصراحه خالص يعني. كابتن ايمن اعتقد لقاء مهم وكلام مهم.